شو سميرة؟ شو بك صاير عصبية كتير؟ ما في ولا شي عاجبني بحياتنا. لا شو هالحكي ها؟ أمورنا والله كتير منيحة، يعني لا علينا دين كتير، ولادنا ظراف، أمورنا ماشي، يعني ماشي. ليك روحي شوف الناس اللي عايشين بالحارة، والله وضعنا أحسن منهم بما لا يقاس، أحسن بكتير. هي روحي شوفي الناس اللي ساكنين بالحارة. أنا ناس هدول اللي بدي شوفهم. بعدين أنت مع مين عم تقارني؟ بسام وصابر دول اللي صاروا رفقاتك؟ ولا بيت أبو أسعد؟ ليش هدول مو ناس؟ مو بني آدمين؟ طبعا بني آدمين، على عيني وراسي. بس نحن لهون بدنا نوصل. ما عم بفهم عليكي. لوين بدك أنا نوصل يعني؟ شو بيعرفني؟ مثل العالم والخلق. قصدك مثل الهبيشة؟ الله يخليك، شيل المبادئ على جنب. أوف، شو هالحكي بالله؟ ما نحن التقينا على المبادئ هي، يعني إذا لغيناها شو بيضل؟ طيب، خلينا نحسبها بالورقة والقلم، إيه؟ نحن صرنا 15 سنة متزوجين. شو أنجزنا؟ ما أنجزنا شيء غير بيت الجمعية اللي قاعدين عم ننطروا بيان عمرنا مشانه. قاعدين عم ننطروا هون بالحارة. عم ننطر أولادنا يضيعوا ثلاث أرباع عمرهم بحارة عشوائية. وهي أنا اللي مستغربته إنه أنت مانك حاسس ومانك شايف شو اللي عم يصير فينا بسبب الحارة. غريب. ليش شو اللي عم يصير فينا؟ ولا شيء. بس هيك بدنا نضل عايشين بنفس الطريقة. دبروا راسكم يوم بيوم والعمر عم يمشي وعم يطير هيك بالهوا. معك حق شوي ها، بس ليك هي أنا ابن حارة شعبية. لا و... لا تفرق كتير، أنت ابن حارة شعبية من حارة عشوائية. الشبك احنا بننا من في جيراننا بيتغيروا، مين هني ما بنعرف عنهم شي، مين ولادهم، هدول الولاد اللي عم يعاشوا ولادنا ما بنعرف عنهم شي. شو بدك يعني اعمل؟ والله ما بعرف. وانا ما بعرف، والله العظيم ما بعرف، عن جد ما بعرف. بحبش ادور، ما بعرف شو. بس انت بتعرف منيح وائل انه الدنيا مو اكل وشرب بس، انت بتعرف. بعرف. هاي الحارة